last day in London. آخر يوم في لندن رايحين نسوي ال PCR. أمير ما قبل يرجع ويا أمه فظل وياي كذ يحبني كلش هواية صح؟ وعمر راح يروح يرجع لكندا، احنا مراجعين وياه. مثل ما شفتوا رحنا سوينا ال PCR test وهسه رايحين للسوق، اريد ارجع كم شيء قبل ما اسافر. I think انه هو مراهم بس عادي. Anyways رايحة ارجع كم شيء قبل ما اسافر، واريد نروح ناكل ونشتري اشياء. اي عندي ماسكي، هسه الاوبر دا ينتظرنا. او شنو بعد اكو اشياء؟ عمر باكر راجع الكندا، اني ما راجعه وياه. كلش متحمسه انه هاي السنه راح اخلص من الثلج. هيات الاوبر احنا راح اخلص من الثلج. اليوم الحراره 16، تخيلوا كلش حلو الجو، فما لبس التخين. وهي راح اخذكم وياي نخلص اخر مشاوير قبل السفره، وراح اشوق لندن والوذر لندن. ما ادري ليش خلي لي زعانف. On time. Terminal 2. Thank you. Terminal 2. هم اسطنبول مو؟ هم على اسطنبول. سو رجعنا اكلنا وهسه احنا بالتاكسي. اني وفاتيمو رايحين نشوف الكوزنز مالتنا بوينتر وندرلاند. يحيى وعمر اكيد ما اجوا ويانا لانه لوزرز ما يحبون يطلعون وكلش من كل شيء يتعبون، فاحنا رايحين لوحدنا. I'm going to go to the hospital.
عمر رايح الكندا. راح نشتاق لك. What about me? Cool. Bye. وقفت اريد الف الجنطه مالتي لانه ظل تفتح سحاب خراب لانه هوايه انحشكتها غراض فطقت، فهسه راح انتظر الفها يا رب ما اتاخر. احنا عبالك مهاجرين. شلونكم؟ سو اليوم اول يوم بعمان، طبعا اكيد لازم نروح لازم نروح. فاطمة تضحك وانا ذات وايد اضحك. لازم نروح فخر الدين لانه كلش طيب اكله، كلش احبها. هاي اول واخر طلعه راح نطلعها لانه كوفيد كيسز ماساه هنا. anyways اذا حبيتوا هذا الفلوج وهاي اول مره تشوفون قناتي، لا تنسون تسوي لي لايك سبسكرايب وشير للقناه. I love you guys so much. وراح